أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية الإخبارية المستمرة معكم على إكسترا نيوز. افتتحت وزارة الداخلية منفذا مطورا جديدا من منافذ أمان بمحافظة الأسكندرية لتوفير السلع للبسطاء بأسعار مخفضة. هذا وقد شهد المنفذ عقب افتتاحه إقبالا كبيرا من المواطنين الذين ثمنوا على جهود وزارة الداخلية في تخفيف العبء عن كاهل البسطاء بتوفير سلع غذائية مخفضة لهم لحمايتهم من جشع التجار. يذكر أن وزارة الداخلية قامت بإنشاء منظومة أمان للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية، حيث تم افتتاح 924 منفذا بكل محافظات الجمهورية خاصة بالمناطق الشعبية والأكثر احتياجا، منها 734 منفذا ثابتا ومحلا تجاريا و190 منفذا متحركا، وجاري التوسع في فروع تلك المنظومة تباعا. للمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار. دكتور هشام أرحب بك، وكيف تابعت يعني منظومة أمان؟ تفضل. مساء الخير، في البداية تحية لحضرتك والسادة المشاهدين. هو الحقيقة الوزارة الداخلية بداية هي جزء من الحكومة، وقبل ما تبقى جزء من الحكومة هي جزء من الشعب المصري. دورها حماية المواطن، حماية الشعب، وكمان الحقيقة تقديم أي مساندة يمكن تقديمها للمواطن حيث موجود. وطبعا الحقيقة ده امتداد أيضا لما تقوم به أجهزة القوات المسلحة أيضا بهذا الشأن، هو محاولة أن تصل للمواطنين أينما كانوا كالحقيقة مساندة لهم، تقديم ما هو متوافر لديهم من سلع مختلفة. والحقيقة الأمر الثاني أنه لدرجة احتكارات أو ممارسات احتكارية موجودة لمحاسبة الجشع واستغلال التجار من وقت للتاني. والحقيقة ما تقوم به أجهزة الدولة سكن الحكومة بوجه عام أو الأجهزة الأمنية سكن وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع والأجهزة التابعة ليها، مش بس مقتصر على أن تصل به السلع للمواطن حيثما وجد، لكن كمان الحقيقة بتسبق هذا بعمليات إنتاجية في عدد من السلع اللي بيحتاجها المواطن، علشان يكون الفكرة الأساسية أنه الدولة بشكل عام بكل أجهزتها تقف مع المواطن، تسعى ان تزيد من حجم المعروض من السلع المختلفة علشان ما يكونش فيه موجة من ارتفاع الاسعار اللي هتأثر بالسلب على المواطن ودخله. وبالتالي الحقيقة ما نشهده اليوم هو امتداد لفلسفة واستراتيجية بتتحرك فيها الدولة بوجه عام، وكل جهاز داخل هذه الدولة هو جهاز مصري في الاساس من المواطن والى المواطن، طالما انه يستطيع ان يقدم مزيد من الخدمات للمواطن المصري اهلا وسهلا، دور مرحب به بالشكل بالتاكيد اللي لا يخل بالوظائف الاساسية لكل جهاز على حدة. نعم دكتور هشام، يعني دعني أسألك أيضا على أعداد هذه المنافذ، كما هو مذكور 734 منفذ ثابت ومحل تجاري و190 منفذ متحرك، كيف تابعت هذا الرقم أيضا؟ هو بالتأكيد هو ما هو متاح لدى الداخلية مؤكد أنها تتحرك فيه في إطار استراتيجيتها كما أشرنا للوصول للمواطن وتأمينه وتقديم أي مساندة يمكن أن تقدمها سواء كان في شكل سلع أو في غيره. مؤكد أنه كلما تتوافر مزيد من الإمكانيات لأجهزة الدولة كلما هتزيد من هذه المنافذ بالشكل اللي يحارب جشع التجار، بالشكل اللي مزيد من انتشار هذه المنافذ مؤكد انه بيؤدي لتوفير السلع، بيؤدي لضغوط على الاسعار، وفي اطار من المنافسه مؤكد انه الامور سوف تنضبط، لان الحقيقه المواطن عانى كثيرا خلال السنوات الماضيه من استغلال كبير من بعض التجار، وبالتالي الحقيقه مزيد من الامكانيات هتتاح لاجهزه الدوله. تصور هيكون في استكمال لافتتاح مزيد من المنافذ، وكما اشرنا انه المساله مش بس ان احنا نصل بالسلع للمواطن، لكن كمان يسبقها عمليات انتاجيه في سلع بالتاكيد حجم المعروض منها قد يكون في بعض المشاكل، وبالتالي دخول اجهزه الدوله بكافة أشكالها للعملية الانتاجية أو العملية التسويقية أمر مطلوب، طالما أنه الحقيقة الدولة هي كلها في إطار من بذل المجهود لتخفيف المعاناة عن المواطن. على المدى البعيد دكتور هشام، يعني هذه المنافذ كيف ربما ستدعم الاقتصاد المصري؟ يعني ربما تفضلت بالذكر في بداية الحديث أن هذه المنافذ ستعمل على الحد من جشع التجار أو استغلال التجار للمنتجات، على المدى البعيد ماذا نتوقع أيضا؟ هو الحقيقة خلينا نؤكد على أنه الحقيقة المجتمع المصري غاب عنه الضبط والانضباط على مدار عقود طويلة،
مؤكد انه هذه الحاله جعلت الكثير يركن او يجنح نحو مزيد من الاستغلال للمجتمع وللاقتصاد وللمواطن. وبالتالي لما اجهزه الدوله بتتحرك وتصل للمواطن، مؤكد دي مساله هامه للغايه انها الحقيقه بتحارب الاحتقار وتؤدي لمزيد من المنافسه. مؤكد انه ده كمان هيضبط معدلات الارباح اللي بيحققها المنافسين، لكن كمان الحقيقه انه هذه المنافس بتخلق مزيد من فرص العمل. والحقيقه دي مساله هامه للغايه، لانه مش بس بنخلق وظائف من خلال تحسن مناخ الاستثمار، لكن كمان بنخلق وظائف من داخل اجهزه الدوله في اطار من الضبط والانضباط لحركه التجاره الداخليه اللي احنا الحقيقه غابت عن المجتمع المصري على مدار سنوات طويله، وعمليات تجاره داخليه منضبطه تحفظ حقوق جميع الاطراف. دي مساله هامه للغايه، وتتضمن مزيد من انتشار هذه المنافذ اللي بالتاكيد سوف تكون حريصه كل الحرص على ما تمثله من خلفيه، سواء كان تابعه للقوات المسلحه او تابعه للداخليه. فمؤكد انه هيكون بيتوفر لها قدر من الانضباط، وبتكون حريصه على سمعه الجهه اللي هي التابعه ليها. فمؤكد انه ده هيكون اكثر ضمانه انه حق المواطن لا يهدر، ويكون في اطار من المنافسه اللي تجعل المجتمع ككل يتجه لمزيد من الانضباط. نعم، وضحت الصوره. انا بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفي عبر الهاتف الدكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، الشكر موصول لكم على حسن المتابعة. كنت معكم في هذه التغطية، أنا نانسي نور، إلى اللقاء.